والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين. وبعد، الحضور الكريم من أهل هذه المنطقة أم حجير والمناطق التي حولها، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن جماعة بنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، لأنه ما في نعمة أعظم من النعمة دي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا قول الله تعالى. فنعمة الدين ونعمة الإسلام أعظم من نعمة الصحة والعافية والأرزاق الدنيوية والأموال والأبناء والزوجات وغير ذلك من النعم التي تزول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. وما في عمل يا جماعة بتقدموه أعظم من الدعوة إلى الله تعالى إذا وفق الله العبد لذلك، لأن الله جل وعلا قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإحنا يا جماعة الليلة بنشوف وبنسمع انتشار ونتألم من انتشار الذنوب والمعاصي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. قال لك لو أنت بتقع في ذنوب ومعاصي والله سبحانه وتعالى بدل يبتليك ويمتحنك بالمصائب عشان يكفر عنك السيئات، لا، ما يبتليك بمصائب، يديك النعم. انت بتعصي فيه وهو بينعم عليك. قال لك ده موضوع خطير، اعمل حسابك. كان انت بتعصي في الله وهو بينعم عليك، قال لك ده استدراج. اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. موضوع خطير. بعدين تموت سوء خاتمة ولا تتعذب بعد الموت وانت في الدنيا كنت منعم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. والسبب شنو؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الترف وأن تفتح عليك الدنيا وأنت على المعاصي بل على الكفر، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والليلة المعاصي منتشرة، تمسك جانب النسوان تلقى النساوين متبرجات، قليل المرأة اللي بيطبق
أو تلبس الزي الشرعي الجفي قول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن هنا والجفي قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الجفي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 7 شروط للحجاب الشرعي أول شيء يكون طويل مش قصير ترخي الثوب لحد يصل الواطأ من فوق مش كعب ظاهر والقدم ظاهرة والساق ظاهر بلاوي تقيلة 2 أن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق يصف المرأة ويصف جسد المرأة يكون واسع مش ضيق وسيب البس ضيق وتلقى المرأة يعني تتجسم عورتها ومحاسنها ومفاتنها ونعوذ بالله 3 أن لا يكون شفافا ما يكون شفاف 4 أن لا يكون مطيبا ما في ريحة لأن ده فيه وعيد إذا مرت المرأة بالرجال فوجدوا ريحها ده فيه وعيد شديد 5 أن لا يشبه ثوب الرجال يكون يعني بيشبه شنو هدوم الرجل وهسي بيلبسوا بناطلين بيقول بنات هسي جنوا عديل فقدوا المنطق ولا جنوا عديل بيقول يلبسوا بناطلين واولاد بيقول كيف اتقلبت الشغله مال حسابك اولاد بيقول يتمسحوا بمسوح معين وحاجات معينه يتكشفوا تقول داري يبيعون زي الركشات اولاد ذاته لو جه حرامي ياخذ راحته ذاته لانه بيلقى الشغله قريبه من بعض ذاته يقول لك وده ذاته ده بضايره بيجاي ودي بضايره بيجاي واشيل حاجتي وبمشي ممكن يصحيها ديل ولا قولها قوم هنو قوم انا داير اسرق ها واضبحك هاي خلاص بس على الله ما تجي عندي امشي بغاد لانه بقى في النهايه منتهي ذاته بقوا بيتعشوشه كلهم ما فوت دبرك الا من رحم الله فاهم كلامي؟ فده الموضوع بقى خطير ما رجوله كذي وفحوله الا من رحم الا عند من رحم الله تعالى زول يجي ماشي كذي دي في الواطه لما الناس ذاته معتز بدينه زول راجل وزول اسد كذي ولبسه لبس رجال كلامه كلام رجال وهيئته هيئة رجال ومواقفه مواقف رجال الموضوع ده شويه بقى انتوا هسي الحمد لله في المناطق دي ومناطق اهلنا ومناطق اهلكم وغيره يعني من البلد دي بعيد من بعض المدن المعينه الحمد لله في عافيه او كثير من العافيه لو ما دخلنا الشر والحمد لله نسأل الله يديم الخير وأن يزيده فالمرأة ثوبها ما يكون يشبه ثوب الرجال لأنه ده فيه لعن تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة بناطلين حرام مرة دي ما تلبس بنطلون ولو تحت العباية ما تلبسه ولو تحت العباية لأنه في الهواء بيجسم جسدها يقول لك جوا العباية ما يلبسوا أي انت هسي تحت الجلابية بجوز تلبس سكيرتي بجوز الله ما بجوز لأنه حق المرأة ولا بالدس هي برضو ولا بالدس موضوع ما واضح ولا ما واضح يا جماعة واضح البيجاي المعلمين إما قاعدوا جنب الحيطة دي
ديلنا حزبهم معلمين. انا تكيفت من شفت ديل بيجاي والله ما شاء الله عندكم شفع، اسال الله يزيدهم اللهم بارك. كميه ديل ان شاء الله بيقوموا صواريخ بس بتاع التوحيد اولادنا ديل والله ان شاء الله. قالون عند بيضحك ده شفته في جلابيه ده ان شاء الله البلد دي جت يوقفها لك على كراع وادي ان شاء الله. والله شفت المسخنين من صغار بيلبسوا جلاليب ديل يقول لك توحيد. اوك امس مشينا غريه، مشينا منطقه ما غريه سنار، ولد صغير جمع ابوه قال وروني فلان، بس وروني فلان يسلم عليه واحد من اخواننا الدعاة الى الله تعالى بيحضر في المقاطع. مسخنين دل من صغر تلقاهم بيسمعوا ويحفظوا ويبينوا التوحيد ويبينوا كذا. زي ما كنا بندرس في مدرسه ولد قال لي جدو، يا جدو يا اخ الصفوف دي يا اخ بالكرعين يا اخ، وجدو دمه بفور لما نيجي خد كراعه جنب كراعه في الصلاه بيتضايق. دي حاجه انا قال بعد شويه ناقشوا وصغير الجنة قال لي واجدو في ناس كمان قالوا لنا بدعوا عادي للشيوخ. قال يا ولد دي ما فيها شيء، انت برضه مشرك يا جدو، يعني انت مشرك عديل. قال له فذا يعني في النهايه ربوه من صغير انه يبغض الشرك، مع انه نحن ما انصار انه زول يكفر الناس الا بعد اقامه الحجه. ايوه تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فالمرأة جماعة ثوبها ما يشبه ثوب الرجال، بناطلين دي نهائي تمرقها من البيت نهائي، ما في تلبس لا بنطلون. سادسا ألا يشبه ثوب الكافرات، أو من تشبه بقوم فهو منهم كما في مسند الإمام أحمد. مش عرض زياء ولبس كيف وشوف انا ما عارف ذاته مر عليك الله المره دي في دار الاسلام مكرمه ومحترمه، والراجل يمرق يشتغل ويجي في البيت هي مرتاحه الا خدمه بيتها دي، وتلقاه يحميها ويوديها المستشفى لمن تمرض، يجيب لها لكن لمن تجوع ويلف بها على اهله فرحان بها، يلف على ارحامه ولابس الزي الشرعي ويحترمها ويجلها احترمها جدا ويجلها، وما يرضى مرته دي يسيمها ما يرضى يجيبه، يسيمها ما يرضى زول يجيبه، ويمشي للغرى والمناطق انتوا نسايبي وكذا وانا تزوجت منكم. هاتوا البلد دي والله بيحترموا المرأة الا من شاء الله. بعد ده تقعد تقلد لها في كافرة مشغليننا في الأسواق وفي عرض الأزياء ويبيعوا في جسدها وسلعة أرخص السلع. والله قال تعالى محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، سفاح واتخاذ الخدن مصائب كثيرة جدا ومزلولة برا المرأة برا ديار الإسلام مزلولة وعبارة عن بس قضاء وطر بس شهوة، ولا عندها أبو بغير عليها ولا عندها زوج بتحترمه يحترمها ولا عندها أسرة مكونة. في النهاية بيجاي وبيجاي ولافة وجايطة وما في حاجة، ويأجروها إيجار عديم مشردة. الكلب عنده بيت معين بيقعد فيه بيأكلوه يشربوه كذا، مع انه ذاته قعدته في البيت مشكله، هي لافه ساي بس لافه كل يوم بيجاي وبالفريق ذاك والفريق ذاك. ليه المراه المسلمه المحترمه تقتدي بهذيك؟ ليه؟ الا يشبه ثوب المراه المسلمه ثوب الكافرات او ثياب الكافرات. سبعه ألا يكون زينة في نفسه، ما يكون يرقش وزينة وزخارف وكذا وكذا إلى آخره. إذا توفرت الشروط السبعة دي والمرأة لبست الزي الشرعي دي التبشير ساي، كانت على العقيدة وبتصلي وكذا إلى آخره موحدة ده خير تقيل.
لكن انتشار الآن التبرج معاصي شغال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ويضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت أي المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وأنا ماذا أرقيف كثير، أنت عارف البنات ديل بتبرجن أقول لك عشان أتزوج، وأحداث كذا وأحداث بقلدن، وفي النهاية الزواج ده الله قاسمه ولا ما قاسمه؟ مكتوب في اللوحة المحفوظ. وذات الراجل اللي بيجي ياخذها متبرجة ده بتاع جوطة ساي، وده ما عنده ديوث في الغالب، ما عنده غيره. لكن اللي بيجي بيسأل: يا جماعة دار لي بيت مؤدبة، بيت محترمة، بيت خجولة، بيت عندها دين، بيت بتناس، بيت أصيلة، بيت كذا، بيسألوا لحد ما يجيبوا البيت. وناس الفريق بيكونوا حافظين البنات المحترمات، والله ما حافظينهم، حافظين يقول لك والله فلان ده عنده بيت، الله يقول لك خدتها في الجرح، هم بيقولوا كذا يا حنين، تبر إبرة ذاته، يمشوا كذا إلى هنا، إن كان المثل ده فيه كلام، لكن في النهاية شنو؟ يمشي يدق الباب ويجيبوا النظرة الشرعية، النظرة الشرعية يعاين لها براءة وكذا، يعاين وشها وشعرها ويديها وبداية كرهها وكذا، زي ما قال الشيخ العثيمين أقدام، وأبوها يكون قاعد ولا أخوها محرم يكون موجود، ده بيمشي بينظر لها يسمى النظرة الشرعية. لكن دي لا فساي بتاع الدكان نظرة ما شرعية، بتاع الركشة نظرة ما شرعية، البلد جت نظر يعاينوا ليها، وذاته ده بيمشي نظرة شرعية يعاين لشنو تاني؟ وكله دي شكلها ده فات النظرة الشرعية ذاته. في معاصي يا جماعة، في تضييع للصلاة نمرة اثنين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في الآيات دي ما قال لك ويل لمن لا يصلي، ده موضوع صعب، ده قال لك في الآيات دي الله سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين، اللي بيصلوا ذاته جزء منهم عنده ويل وعيد يا تندل، بس اللي بيأخروا الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالك اللي بيضيعها مرة واحدة. ده من أسباب عذاب القبر، وده بيرموا بصخرة في راسه بهرس راسه، زي ما في حديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري: رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. من المعاصي المنتشرة جماعة الغنى، شباب تلقى موبايلاتهم ملانة غنى، وشغلوا قرآن تلقى ما بيتأثر، قالوا فيه مشاكل، داير نظافة، داير فترة عشان القرآن يشتغل 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 لما ينضف. يشغلوا أغنية تلقاه يبكي ويدمع، وتلقاه مسهي، وتلقاه عايش في عالم تاني زي ما نقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. معاصي كثيرة، أبرز معصية وأخطر معصية الشرك بالله تعالى. شفت الألفاظ ديل كلها من جانب، وكون الزول في الشدائد دار عتر دار يقع يقول يا المكاشفة الحقنة ويا برع القوم ويا الصائم ويا الصائم صائم ديمة ويا ود بدر ويا حسن وتحسونا ويا البكري ويا ود بنقا ويا تورعفينا ويا المرين ويا البدوي ويا كباشي، ده وقع في جريمة، ده مش بيدخلوه مخزن ولا بيدخلوه غرفة، بيدخلوا جهنم ولظى والحطمة، ما بيمرك تب جوا كاتم بس،
مش بنادي في الشيوخ. اي انا ذاتي قربت انتهي لانه في فالزول اللي بينادي غير الله ده يا جماعه وقع في الشرك. الدليل على انه وقع في الشرك قول الله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى دمن ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه شيوخ أصنام أحجار بشر جن شواطين شجر حجبات كله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير لفافة بين النواء والتمرة تشق التمرة جوا في مصماصة بين المصماصة والتمرة دي في غشة ده القطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فكده لو فتحت قبره خليه وجوه القبر الفقيه والشيخ والولي والله لو فتحت قبره جوه وزحيت الكفن من اضانه كوركت له يا فلان والله ما يسمعك مش مات كوركت عديل هذه اضانه كوركت واو ما بيسمعك تاني رايك شو ما بيسمعك عديل كده تصرخ ساي والله انا هذه كلها ضحكه ما انا غايته متاكد من الموضوع ده لانه دي نصوص انك لا تسمع الموتى تاني لو قام عليه حلو قال انا بسمع بخرت لك فيه حليب بيرجع طوالي ولا انت كذاب لانه الله كلامه صدق قال انت ما بتسمع ما بيسمع يا ناس بتضيعوا زمانكم ساي ما بيسمع حسيتوا هذا ساوي لكم ميكروفون وساون عشان تسمعوا القدامكم ده خلي زول جوا قبر وقاعد مدفون هنا وينادوا من حلة في آخر الدنيا بس كذب الراحة كده كان ما في ولا نص ولا آية ولا حديث ده يسمع كيف إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا وما بيسمع لكن لو دارت غالط وقال لك ما بيسمع لكن لو دارت غالط ولو سمعوا لو في اللغة العربية حرف امتناع لامتناع كلام ده ما بيحصل ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يبقى دعاء غير الله شرك ولا ينبئك مثل خبير قال قتادة يعني نفسه سبحانه وتعالى ضل خلقك وخلق الشيوخ ديل قال لك ديل ما بيسمعوا وغيرهم ما بيسمع تناديون ما رايك شنو ولو ناديته انت مشرك وقلت يا مكاشفي مشرك خلاص انت فارقت الاسلام لو مت جهنم ابد الابدين وما هم بخارجين من النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. برضو من الشرك يا جماعة الزول الخلى دعاء غير الله بقى يسأل الله براو ويتوجه لله براو ويدعوه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طبعا هم ما مصدقين الله بنادي الشيوخ ديل ما مصدقين الله سبحانه وتعالى
وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لو مصدقين ما كان سألوا غيره. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني ودل عبادي أنا قال يمشوا لغيري ليه؟ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله سبحانه وتعالى قال واسألوا الله من فضله. تسأل الله ده الرزق أوعك تلبس حجاب لأنه ده شرك. أي زول لابس حجاب ده عقيدته ما في الله. بيلبس في الحجابات ده ويقول لك حجابنا ده بجيب الرزق وحجابنا ده لما نلبسه العقرب ما بتطقني والسلاح ما بيمش فيني. ده عارفه زول مجرم ساي وده ما عنده علاقة بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والسلسلة الصحيحة من علق تميمة فقد أشرك. قال ابن مسعود لا يجوز تعليق التمائم ولو كانت من القرآن. من القرآن ما نزلوا للحجبات. القرآن الله نزله بين لك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي عمل حجبات ومحايات وبخرات كلها بدع ساي. الزول يكون على التوحيد والعقيدة الصحيحة ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام يطول أنا أكتفي بهذا القدر.